إنها 7:30 مساء بتوقيت بيروت، أهلا بكم إلى المسائية من المستقبل مستهلة بالعناوين مع لينا دوغان. مساء الخير إلى عناوين المساء. صوتكم يلي عم نسمعه لمين حيكون يوم الأحد؟ لائحة لبيرتي. الحريري يشارك لائحة لبيرتي مهرجانها في ملعب الرياضي في المنارة، وسلام يدعو أبناء بيروت لجعل 8 أيار يوم عرس وطني. لا تغطي على أحد ولا يمكن أن نقبل بلفلفة هذا الموضوع إطلاقا. الإنترنت غير الشرعي أمام لجنة الاتصالات، حرب يترك أمر ملاحقة يوسف للقضاء، وفضل الله يؤكد وجود معدات إسرائيلية في بعض المحطات. الأسد يصعد في حلب والحر يرد في خان تومان، والجبير يقول النظام سيرحل إما بالعمل السياسي أو العسكري. بعد 60 ساعة من الآن يبدأ شهر الانتخابات البلدية والاختيارية، ليتوجه أكثر من 3 ملايين لبناني و627 ألف ناخب إلى آلاف صناديق الاقتراع لانتخاب أكثر من 1000 بلدية وأكثر من 3000 مختار بحماية 20 ألف عنصر أمن وعسكري. شهر لحرية التعبير، دعا رئيس الحكومة تمام سلام اللبنانيين إلى أن يجعلوه عرسا للديمقراطية، وافتتحه وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق مطلقا عنوان الحراك البلدي عليه بعد افتتاح غرفة العمليات المركزية في قاعة أطلق عليها اسم اللواء الشهيد وسام الحسن داخل مبنى الوزارة. 60 ساعة ويصدق اللبنانيون أنه لا يزال لبنان بلدا ديمقراطيا، ولا تزال فيه بقية من حياة الديمقراطية وتداول السلطة والانتخابات علها تدحرج أحجار الدومينو، مطلقة الحراك الرئاسي والحراك النيابي بعد الحراك البلدي. ومن أعراس الديمقراطية المهرجان الشعبي البيروتي الذي انتهى منذ قليل في النادي الرياضي، حيث أعلن الرئيس سعد الحريري خلاله أنه لن يسمح بأن تغرق بيروت بالنفايات بعد اليوم، وأن على المجلس البلدي الجديد جعلها العاصمة الأنظف في الشرق. الرئيس سعد الحريري الذي شارك لائحة لبيرت احتفالها في ملعب النادي الرياضي في بيروت أكد أن تيار المستقبل يريد بيروت بحجم لبنان وبحجم تضحيات البيروتيين، وقال أن البيرت فريق عمل متجانس فيه من مختلف القطاعات والمهن ورجال الأعمال، وفيه ناشطون واجتماعيون ورياضيون هدفهم كهدف البيروتيين جميعا جعل مدينتهم أي مدينة بيروت أجمل مدينة في الشرق. الرئيس سعد الحريري قال في كلمته إن بيروت كانت وستبقى واجهة مشروع رفيق الحريري السياسي. كل أهل العاصمة بدهم يشوفوا شغل، بدهم يشوفوا مدينة نظيفة وأرصفة يمشوا عليها، بدهم يروحوا على بحر نظيف، وبدهم يشوفوا بيروت أجمل مدينة بالشرق. ما في شيء بيمنعنا نكون أحسن وأجمل وأنظف مدينة. هذا تحدي بدنا نخوضه سوا، وأنا شخصياً ما رح اتهاون مع أي تقصير، وما رح اسمح إنه بيروت تغرق بزبالة بعد اليوم. برجع بقولكم أنا ما كنت هون، بس اليوم أنا هون، وأنا باقي ببيروت، باقي معكم مع أهلي وبين أهلي وحد أهلي. البعض عم يجي يقولكم انه هيدي انتخابات انمائية عائلية غير سياسية. ايه لا حبيبي، هيدي بيروت، هيدي العاصمة، هيدي عاصمة كل شيء، عاصمة الاقتصاد وعاصمة الإدارة وعاصمة الرياضة وعاصمة الفن
وعاصمة الصحة وعاصمة الثقافة، هيدي عاصمة الدولة. رفيق الحريري كان يعرف شو هي بيروت وشو أهمية بيروت. ما هول نفسهم، هول يلي عم تسمعوهن هن نفسهم اتهموا رفيق الحريري انه ركز المشروع الاقتصادي والانمائي والتربوي والصحي والرياضي ببيروت. نعم، لانه بيروت هي عاصمة لبنان وواجهة لبنان، وليجي الاستثمار على لبنان وفرص العمل على لبنان والسياحة على لبنان والحياة الثقافية والعلمية على لبنان، بدك تبلش تجيبها عاصمة لبنان. لوين؟ عبيروت. كنت اشتاق لبيروت، وهلأ لما بوقف بيناتكن بعرف بالضبط لشو كنت اشتاق. كنت اشتاق إلكن، لهالجمعة معكن، لهاللحظات يلي بحس فيها اني فعلا بين اهلي واخواتي وحبايبي، بين اهل بيروت، بين لبيرتي. تعرفوا شو؟ خلونا نبلش من الاخر. انتوا قولوا لي اهل بيروت شو اسمهم؟ شو؟ ما عم بسمع. علوا صوتكم، علوا صوتكم، خلوا العالم كله يسمع صوتكم. وشو اسم لايحتكم؟ لايحتنا بيرتي. وصوتكم يلي عم نسمعه لمين حيكون يوم الأحد؟ لايحتنا بيرتي. ومعليش هيدي مناسبة لأحكي مرة تانية عن مشروعنا، عن مشروع تيار المستقبل، لأنه في ناس يمكن نسيوا أو بدهم ينسوا. تيار المستقبل، نحن تيار العلم وبناء المدارس ودعم الجامعات. نحن 40,000 خريجي جامعي بوجه الميليشيات. نحن إعادة الإعمار بوجه الدمار. نحن النهضة الاقتصادية بوجه التخريب. نحن الشهيد من أجل الوطن، ونحن الاستقلال الثاني 2005. صحيح إنه العاصمة هي لكل الناس ولكل لبنان، صحيح إنه أهل العاصمة هن لكل لبنان، بس ما حدا يجي يخبرنا إنه هيدا معناته إنه بيروت ما إلها أهل وما إلها ناس. إذا بدنا نخلي بيروت راسه مرفوع، بدنا نخلي قرار بيروت بإيد أهلها. أنتو أهل بيروت أباً عن جد، أنتو قرارها، أنتو كرامتها، أنتو أبوها وأمها، وأنتو خط الدفاع الأول عن تاريخها ودورها. بيروت تستحق صوتنا يوم الأحد. بيروت تستحق صوتنا يوم الأحد لنمنع أياً كان يكسر وصية المناصفة ونمنع التشطيب والخرق. المرشح لرئاسة المجلس البلدي لمدينة بيروت جمال عيتاني دعا البيروتيين للاقتراع بكثافة للائحة البيارتة. هيدي لائحة البيارتي، هيدي اللائحة يلي جاي لتخدم بيروت وتكون لأهل بيروت. شكرا. وكان الرئيس الحريري قد جدد الدعوة إلى انتخاب لائحة البيارتي كاملة. كلام الحريري جاء خلال عشاء أقامه آل المصلي في الزيدني، حيث احتشد المواطنون للقائه. ربيع شنطف.
هو المشهد نفسه وإن تغير المكان. فرح اللقاء بين الرئيس سعد الحريري ومحبيه تجسد مجددا هنا في منطقة الزيدانية. في الشارع وعلى الشرفات هتافات وشعارات، وأيضا لم تغب السيلفي. وبعد اللقاء مع المواطنين دخل الرئيس الحريري على وقع موسيقى كشاف الجراح إلى قاعة آل المصلي، حيث لبى دعوة العائلة إلى مأدبة عشاء حضرها الأمين العام لتيار المستقبل أحمد الحريري والمرشح لرئاسة المجلس البلدي لمدينة بيروت المهندس جمال عيتاني وعدد من أعضاء لائحة البيرتي ومخاتير منطقة المصيطبي وحشد من الفعاليات والشخصيات البيروتية. اللقاء الذي استهل بتلاوة سورة الفاتحة عن روح الرئيس الشهيد رفيق الحريري، تحدث فيه الرئيس الحريري مجددا الدعوة إلى انتخاب لائحة البيرتي زي ما هي. أكيد في مشاريع المائية بهالبلدية لازم تتنفذ. بيروت ما لازم تكون واقعة تحت أي ظرف بمشكلة النفايات بالمستقبل مثل ما وقع فيه اليوم. كما كانت كلمة ترحيبية للحاج عمر المصلي، دعا فيها أهالي العاصمة إلى الاقتراع بكثافة للائحة البيرتي التي اختارها الرئيس سعد الحريري عن حكمة كما قال. ومن السرايا الكبير حيث اطلع من وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق على التحضيرات للانتخابات البلدية، أمل رئيس الحكومة تمام سلام أن يشكل نجاح الانتخابات مدخلا لاستعادة الممارسة الديمقراطية الغائبة وإجراء الانتخابات الرئاسية. دعا رئيس مجلس الوزراء تمام سلام جميع اللبنانيين إلى الإقبال بكثافة على صناديق الاقتراع في الانتخابات البلدية والاختيارية التي تبدأ مرحلتها الأولى يوم الأحد المقبل. دعوة الرئيس سلام جاءت عقب لقائه وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق الذي أطلعه على سير التحضيرات التي تقوم بها الوزارة على المستويين الإداري والأمني. وشدد الرئيس سلام على أن الانتخابات البلدية والاختيارية هي مناسبة لممارسة حق وواجب كفلهما الدستور لجميع اللبنانيين وفرصة لتجديد التقاليد الديمقراطية التي يفتقدها اللبنانيون منذ زمن. وأضاف سلام إن الأنظار تتجه بشكل خاص إلى بيروت التي ستدشن مع محافظتي البقاع وبعلبك الهرمل مسار العملية الانتخابية في جميع أنحاء لبنان، آملا أن يتوجه أبناؤها بكثافة إلى صناديق الاقتراع ليختاروا ما يرونه الأصلح لتمثيلهم ولتحقيق ما من شأنه تحسين مستوى العيش في العاصمة. كما دعا الرئيس سلام أهل بيروت إلى جعل 8 أيار يوم عرس وطني تظهر فيه المدينة حيويتها وتجدد مجلسها البلدي لتؤكد أنها الحاضنة الجامعة الحريصة على التوازن بين جميع مكوناتها والمتمسكة بوحدة الصف والعيش المشترك بين جميع أبنائها. وأعرب رئيس الحكومة عن أمله بأن يشكل نجاح الانتخابات البلدية والاختيارية بفضل جهود وزارة الداخلية والبلديات وجميع القوى الأمنية مدخلا لاستعادة الممارسة الديمقراطية الغائبة عن حياتنا السياسية منذ سنوات وإجراء الاستحقاقات الانتخابية الأهم، أي انتخابات رئيس للجمهورية وتجديد المجلس النيابي. وفي وزارة الداخلية افتتح الوزير المشنوق غرفة العمليات المركزية تحت اسم قاعة اللواء الشهيد وسام الحسن. أكد وزير الداخلية نهاد المشنوق أن لا ديمقراطية بلا مؤسسات وبلا دولة فاعلة لها من يحميها ليس بالسلاح فقط بل بالنجاح. وخلال احتفال أقيم بمناسبة افتتاح غرفة العمليات المركزية قاعة اللواء الشهيد وسام الحسن في مبنى الوزارة، قال المشنوق إن الشهيد وسام الحسن في طليعة حماة هذه الدولة التي لا تزال عرضة للاغتيال اليوم. العدل والديمقراطية يتطلبان حماية الدولة التي لا عدل ولا ديمقراطية مع بدائلها أو مع من ينوب عنها في الكبيرة والصغيرة. كان وسام في طليعة حماة هذه الدولة التي لا تزال عرضة للاغتيال اليوم، ولولا فريقه ومنهم الشهيد وسام عيد لكانت سيارات الأسد ومتفجراته لا تزال تحصد الأرواح، ولكان زارعو الفتنة أحرارا يتجولون بيننا. لكن بفضل رفاق للشهيد وبفضل مثابرة والتزام كل من عمل معه أعدنا القتلى والمجرمين إلى أمكاناتهم الطبيعية خلف القضبان رغم محاولة تمييع هذه القضية.
هذه الغرفة أو هذه القاعة هي مثال واضح على ما أعمل عليه منذ توليت هذه الوزارة، وهو تعزيز وتطوير القدرات التقنية والإلكترونية للأجهزة الأمنية. وفي ملف الانتخابات البلدية، أصدرت وزارة الداخلية بيانا عن أسباب تأجيل الانتخابات في بلدتي جديدة وحوش الحريمي، موضحة أن تأجيل جديدة جاء بناء على طلب الأهالي وبقرار من مجلس الأمن المركزي. وفي حوش الحريمي سقط قتيل، وهناك مخاوف من تجدد الاشتباكات بين العائلات. الأمين العام لتيار المستقبل أحمد الحريري شدد على المحافظة على المناصفة في انتخابات بيروت لأنها وصية الرئيس الشهيد رفيق الحريري. زار الأمين العام لتيار المستقبل أحمد الحريري مساء الأربعاء منطقة عائشة بكار، حيث قصد مقهى المستقبل ثم المركز الإسلامي. وقد التقى حشدا من أبناء المنطقة بمشاركة عدد من أعضاء لائحة البياريتا. وأكد رئيس المركز الإسلامي علي عساف على دعم وتأييد الرئيس سعد الحريري في كل مواقفه السياسية ومبادراته وصولا إلى الانتخابات البلدية ودعمه للائحة البياريتا. ثم تحدث أحمد الحريري فشدد على أن بيروت العاصمة التي آمن بها الرئيس الشهيد رفيق الحريري ستبقى وفية لنهجه. اليوم هذه المعركة هي معركة ديمقراطية، ونحن جايين نقول انه وصية الرئيس الحريري 12 ب12 بدنا نحافظ عليها. منقولها من هون من المركز الاسلامي، نحن اللي مدين ايدنا ونحن اللي بدنا نحافظ على المناصفة. واي حدا بحاول يقول انه هيدي المدينة مسكرة، لا منا مسكرة. ثم انتقل أحمد الحريري إلى الطريق الجديدة، حيث شارك في مولد عن روح الرئيس الشهيد رفيق الحريري في حي التنك، كما زار آل الألطي. نفت منسقية الإعلام في تيار المستقبل ما ورد على موقع النهار الإلكتروني عن إقفال مكتب تيار المستقبل في عرسال. وأكدت المنسقية أن مكتب منسقية عرسال لم يقفل وأن أبوابه مفتوحة للجميع كالمعتاد. إلى ذلك تتحضر البلدة للانتخابات يوم 8 أيار وسط تدابير أمنية. تقرير مها حطيت. 3 أيام تفصلنا عن الانتخابات البلدية في بلدة عرسال، ووسط تسريبات نفاها وزير الداخلية نهاد المشنوق عن تأجيل الانتخابات في البلدة، تستعد عرسال للانتخابات بزخم كبير. تقديرات الناس جارية على أحسن ما يكون، والوضع مبين كأنه هذا العالم بقى تعمل الانتخابات بشكل كتير هادي، عرشو كتير منظم. 3 لوائح تتنافس للفوز بالمجلس البلدي المؤلف من 21 عضوا، إضافة إلى 16 مختار مقسمين على 3 أحياء، ويقدر عدد الناخبين بأكثر من 15,000 صوت. ومنعا لأي إشكال أمني، تم حصر مراكز الانتخابات في 6 مراكز انتخابية في منطقة رأس السرج. وفي محاولة لإنتاج لائحة توافقية في الانتخابات البلدية المقبلة في عرسال، عقدت منسقية عرسال الهرمل في تيار المستقبل اجتماعا مع عدد من المخاتير وأئمة المساجد وفعاليات من مختلف عائلات عرسال في مكتب المنسقية. خيارين، بده يكون عندنا الجرأة، يا أما بنعمل وبكل قوتنا بنعمل لائحة توافقية بنجنب عرسال حساسيات الانتخابات، يا إما بده يكون عنا الجرأة إذا ظروف عرسال ما هي جاهزة للانتخابات، بده يكون عنا الجرأة نقول عرسال مش جاهزة للانتخابات. هي عرسال مع منظمات المجتمع المدني مع المستقبل إنه يعني بعد تشكيل ما يسمى بلائحة التوافق أن نعمل على دعمها والشغل لها فعلاً. وكان تشديد على ضرورة التوافق على لائحة مشتركة ومقبولة من كافة العائلات لتجنيب البلدة الدخول في حساسيات الانتخابات في هذه المرحلة الحرجة التي تمر فيها عرسال. عاصمة الجنوب صيدا واصلت استعداداتها للانتخابات البلدية في وقت أثمت النائب بهي الحريري على جهود الدوائر الإدارية.
التحضيرات للانتخابات البلدية في مدينة صيدا ومنطقتها بحثتها النائب بهي الحريري مع محافظ الجنوب منصور ضو بحضور قائد منطقة الجنوب الإقليمية في قوى الأمن الداخلي العميد سمير شحادة ورئيس بلدية صيدا محمد السعودي. الحريري أثنت على جهود الدوائر الإدارية في التحضير لهذا الاستحقاق وحرصها على الوقوف على مسافة واحدة من جميع المرشحين، آملة أن يكون الاستحقاق يوما مميزا للديمقراطية في عاصمة الجنوب. وفي بيان مشترك لكل من المكتب الإعلامي للرئيس فؤاد السنيورة والمكتب الإعلامي للنائب الحريري نفى ما ورد في صحيفة الأخبار بشأن بلدية صيدا، وأكد أن ما نشر عارا عن الصحة ولا أساس له، وهو محض اختلاق وتلفيق وخيال مريض وجامح، وهدفه كالعادة محاولة إحداث فرقة وبلبلة وتشويش للرأي العام في صيدا، وهذا ما لن يتحقق. وأكد الرئيس السنيورة والنائب الحريري دعمهما الكامل لترشيح محمد السعودي لرئاسة المجلس البلدي الجديد. رئيس بلدية بيروت بلال حمد أعلن تأييده للائحة ليبيرتي، ورد حمد خلال مؤتمر صحفي على التجني الذي طال المجلس البلدي عارضا للإنجازات وللمشاريع التي نفذت ووضعت في الخدمة العامة. ما حدا يلعب على هالوتر. علاقتنا مع الشيخ سعد الحريري أكبر من أنه حدا يتجرأ يمس فيها. أنا ابن بيت رفيق الحريري، يعني سعد الحريري خيي، واللي بيقرروا سعد الحريري يلزمني. أنا أعلن تأييدي للائحة البيرتي. أنا ابن رفيق الحريري، ابن مدرسة رفيق الحريري، أعلن تأييدي للائحة البيرتي برئاسة صديقي جمال عيتاني. والعمل البلدي بدهم يعرفوا الكل الإخوان، مش هين العمل البلدي، بمركزية سياسية صعبة، بعمل مركزي من قبل الحكومة صعب، في ظل عدم استقرار سياسي. رئيس حكومة لا يتكلف بده سنة لا يعمل وزارته سنة، توقف البلديات بهالسنتين، ما نكون عارفين. مرسوم استملاك 5 سنين ما طلع، حطينا إشارة على بعض العقارات وطلبنا مراسيم استملاك بخمس سنين، ما كان يعرف يطلع مرسوم استملاك. لتعرفوا في روتين إداري موجود بالدولة، في ترهل. حثت المديرية العامة للأوقاف الإسلامية اللبنانيين عامة وأهالي بيروت خاصة على المشاركة الكثيفة في الانتخابات البلدية وممارسة حقهم في الانتخاب والتعبير عن وفائهم لعاصمتهم ولصاحب الوفاء لبيروت التي أعاد بنائها باختيار مجلس بلدي مناصفة بين المسلمين والمسيحيين. في النشرة بعد الفاصل، الأمن السعودي يوجه ضربة قاسية للإرهابيين. ولد الشيخ، الاتفاق على تشكيل اللجان الأمنية والسياسية بداية واعدة. المسائية مستمرة، وهذا تذكير بأبرز ما ورد فيها من أنباء. الحريري يشارك لائحة ليبيرتي مهرجانها في ملعب الرياضي في المنارة. سلام يدعو أبناء بيروت لجعل 8 أيار يوم عرس وطني. المشنوق يفتتح غرفة العمليات المركزية باسم اللواء الشهيد وسام الحسن. واصل النظام السوري قصفه لمدينة حلب على الرغم من التهدئة. هذه الممارسات رد عليها الثوار بعملية استهدفت تجمعا كبيرا لكتائب الأسد بخان طومان أدت إلى مقتل العشرات، ولاحقا استطاع جيش الفتح السيطرة على أجزاء واسعة من البلدة. هدنة حلب خرقتها قوات النظام بعد ساعات قليلة من بدئها، حيث ألقى الطيران المروحي عدة براميل متفجرة في منطقة خان طومان إلى جانب قصف مدفعي في الراشدين بريف حلب الجنوبي، فضلا عن الصواريخ التي ضربت بعض الأحياء التي تسيطر عليها المعارضة خارج مدينة حلب. وردا على خروقات الهدنة التي قام بها نظام الأسد في حلب، بدأت فصائل جيش الفتح عملية جديدة بريف حلب الجنوبي بهدف السيطرة على بلدة خان طومان. وفي حمص قتل وجرح العشرات بتفجيرين وقعا غرب بلدة المخ حرم الفوقاني قرب شعبة التجنيد. التفجير الأول تم بواسطة سيارة مفخخة طال شعبة التجنيد، وتلاه تفجير آخر لدراجة وسط تجمع الناس، ما أسفر عن العشرات بين قتيل وجريح. في المواقف، جدد وزير الخارجية السعودية عادل جبير تأكيده أن بشار الأسد سيرحل عن سوريا سواء بالعمل السياسي أو العسكري. وقال في مؤتمر صحفي عقده مع نظيره النرويجي أن اتفاق وقف الأعمال العدائية الذي تبناه مجلس الأمن لم يتقيد به نظام الأسد، وقام بدلا من ذلك بقصف
المستشفيات والمدنيين، ما يثبت عدم التزامه وسعيه لاستفزاز المعارضة، وهو ما يعد عمل إجرامي. وأضاف وزير الخارجية السعودية أنه لابد من التقيد بوقف إطلاق النار للسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى حلب، ثم يأتي بعد ذلك دور العملية السياسية التي ستؤدي إلى حكومة انتقالية من دون الأسد. من جهته ادعى رئيس النظام السوري بشار الأسد أنه لن نقبل بأقل من الانتصار النهائي على مقاتلي المعارضة في مدينة حلب وفي جميع أنحاء البلاد. وجاءت تصريحات الأسد في برقية إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، شكر فيها موسكو على دعمها العسكري. مقتل إرهابيين واندحار آخرين خلال مداهمة وكر لخلية إرهابية في مكة المكرمة، ومداهمة موقع آخر للإرهابيين في جدة كانوا يتخذونه وكرا لإدارة أنشطتهم الإرهابية. عملية نوعية نفذتها قوات الأمن السعودية في مدينة مكة المكرمة ضد عناصر يشتبه في انتمائهم لتنظيم داعش الإرهابي. وفي التفاصيل بحسب المتحدث الأمني بوزارة الداخلية أنه في إطار العمليات التي تنفذها الجهات الأمنية في متابعة ورصد تحركات العناصر الإرهابية والمطلوبين أمنيا وضبط الأوكار التي يتخذونها مأوى لهم، فقد أسفرت المتابعة الأمنية في تحديد وكر لخلية إرهابية يقع في منطقة مكة المكرمة بين العاصمة المقدسة والطائف، حيث تم مداهمة ومباغتة من فيه ومحاصرتهم وتطويق المكان بشكل كامل، حيث بادر الإرهابيون بإطلاق النار باتجاه رجال الأمن، الأمر الذي اقتضى الرد عليهم بالمثل، ما أسفر عن مقتل 2 من الإرهابيين وإقدام 2 آخرين على تفجير نفسيهما بواسطة أحزمة ناسفة. وأضاف أن هذه العملية تزامنت مع مداهمات موقع آخر بمحافظة جدة كان يتخذه الإرهابيون وكرا لهم ولإدارة أنشطتهم الإرهابية، حيث تم إلقاء القبض على شخصين يجري التحقيق في ارتباطهما بهذه الخلية وعناصرها وأنشطتها. وأفاد المتحدث الأمني أن العملية الأمنية لا تزال قائمة، حيث باشرت فرق إزالة المتفجرات تطهير الموقعين والتعامل مع ما في الموقع الأول من أحزمة ناسفة وقنابل وأسلحة. أكد المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد أن المشاورات اليمنية مستمرة والعمل جار على تثبيت الهدنة في كافة المحافظات اليمنية. وأعلن ولد الشيخ أحمد عن إنشاء 3 فرق عمل أو لجان سياسية وأمنية وأخرى تعنى بالمعتقلين، وقد بدأت الأخيرة عملها، لافتا إلى أن هناك خروقات للهدنة في اليمن ويجب أن تتوقف، ومعربا عن قلقه تجاه تلك الخروقات، ومعلنا أنه تم الاتفاق على البدء من تعز بتوصيل المساعدات الإنسانية. أكد رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو أنه لا يترشح لرئاسة حزب العدالة والتنمية الحاكم لولاية جديدة، لافتا إلى أنه سيقدم استقالته كرئيس للحكومة خلال مؤتمر الحزب الذي سيعقد بعد أسبوعين. وقال داود أوغلو في كلمة أمام الصحفيين اتخذ طابع الخطاب الوداعي أنه من أجل وحدة الحزب الحاكم لابد من التغيير. قرار أوغلو أتى عقب اجتماع طارئ للجنة المركزية للحزب بعد تزايد التوتر بين إردوغان وداود أوغلو، مما دفع الأخير إلى اتخاذ قراره بالتنحي عن رئاسة الحزب. النشرة مستمرة وفيها بعض الفاصل. جلسة لمجلس الوزراء في السرايا الكبير برئاسة سلام. خلية إدارة الأزمة الفلسطينية مع الأونروا تلوح بالتصعيد. أهلا بكم من جديد. في السرايا الكبير انتهت منذ قليل جلسة مجلس الوزراء التي انعقدت بشكل عادي برئاسة رئيس مجلس الوزراء تمام سلام، وكان على جدول أعمالها ما يقارب 150 بندا. بحثت لجنة الإعلام والاتصالات في مجلس النواب ملف الإنترنت غير الشرعي. حضر ملف الإنترنت غير الشرعي مجددا على طاولة لجنة الإعلام والاتصالات التي انعقدت بحضور وزيري الدفاع سمير مقبل والاتصالات بطرس حرب وبغياب مدير عام أجير عبد المنعم يوسف. اللجنة اطلعت على تقرير مخابرات الجيش اللبناني والمعطيات التي تحيط بهذا الملف وتفرعاته. صحيح أن أعضاءها اتفقوا على أن القضية الأساس هي شبكات الإنترنت غير الشرعي، لكن في ملف التجسس تم الكشف عن معدات إسرائيلية موجودة في بعض المحطات. بين لنا أن هناك معدات إسرائيلية كانت مركبة في بعض المحطات، ووفق التقرير الرسمي الذي أعدته مديرية المخابرات في الجيش اللبناني، الشركة المزودة لبعض الشرائح هي شركة إسرائيلية، وهذا موضوع حساس وخطير. نحن طلبنا الاستمرار في التحقيق والتوسع فيه للوصول إلى النتائج المرجوة، لكن الأخطر اليوم كان الحديث
عن تفكيك المعدات قبل الوصول إليها من القبل الأجهزة المختصة. فضل الله كشف أن هناك معطيات خطيرة ستبقى سرية داخل لجنة الاتصالات، مؤكدا أن القضاء سيستمر بعمله ولن نقبل بلفلفة هذه الفضيحة، وهو ما شدد عليه أيضا وزير الاتصالات بطرس حرب الذي أكد أن الوزارة لا تغطي أحدا بهذا الملف إن كان رفيع المقام أو إنسانا فقيرا. أنه لا تغطي على أحد ولا يمكن أن نقبل بلفلفة هذا الموضوع إطلاقا، نترك للقضاء الذي نضع الثقة فيه أنه هو يقرر كأنه مين لازم يتوقف مين لا. بالنسبة لوجود دكتور عبد المعنيم يوسف اللي طالبين للتحقيق طالبين إذن بملاحقته، مطلوب يبدو بعبدة كشاهد عند الرئيس رامي عبد الله، وأنا ما معي خبر يعني بلغت اليوم كشاهد، لأنه لا بالنيابة العامة المالية طالبين إذن بملاحقته كمشتبه به كمدعى عليه. وهلا هو بباريس أثناء الفرصة العادية العطل الإجازة العادية الإدارية تعرض لحادث قلب ونقل إلى المستشفى، أجريت له عملية تركبوا له رسورين بشرايين قلبه، أرسل لي التقارير الطبية بتأكد على هذا الأمر وبتأكد على أنه بحاجة اللي راح حوالي 10 أيام وأنه حوالي 15 شهر بيكون هون. فمني شايف أنه في العملية أي تهرب، ونهار اللي بتبين أي تهرب طبعا في ملاحقات يعني معلش. حرب لفت إلى وجود 8 موقوفين في قضية الجوجل كاش والإنترنت غير الشرعي، في حين أكد وزير الدفاع سمير مقبل بعيد خروجه من الجلسة الاستمرار حتى النهاية لمعاقبة المسؤولين. في وزارة الداخلية التقى وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع الذي زاره معزيا بوفاة شقيقه. دعت خلية إدارة الأزمة مع الأونروا إلى التراجع عن القرارات التي اتخذتها الوكالة بخفض مساعداتها للاجئين الفلسطينيين ولوحت بتصعيد تحركاتها. عقدت خلية إدارة الأزمة مع وكالة الأونروا مؤتمرا صحفيا أمام مقر الأونروا الرئيسي في بيروت لوضع الرأي العام في مستجدات الأزمة مع الوكالة. الكلمات أشارت إلى أن نسبة الفقر لدى اللاجئين الفلسطينيين في لبنان بلغت أكثر من 66% وفق إحصائيات الأونروا الأخيرة. أننا في خلية الأزمة نؤكد التزامنا بقرارات القيادة السياسية الفلسطينية والتي بدورها هي وخلية الأزمة تتمسك بالمطالب المحقة للاجئين الفلسطينيين. بعد انتهاء المهلة التي حددتها القيادة السياسية سنرى إذا كان هناك استجابة من الأونروا لمطالب الشعب الفلسطيني التي أعلنها من أول يوم كرسمة واحدة، عندئذ يمكن أن يتوقف التحرك. أما إذا لم يتم الاستجابة لكل المطالب وتبقى عملية الالتفاف والمراوغة كما شاهدنا في الجلسات الأولى فإن التحركات ستتصاعد بعد ذلك. وجددت خلية الأزمة تمسكها بالمبادرات اللبنانية والفلسطينية التي عملت على تخفيف الأزمة وإيجاد حلول لعقد حوار مع الأونروا. نصل الآن إلى الفقرة الاقتصادية مع ريما نجار. مساء الخير، نبدأ جولتنا على أسواق اليوم مع بي تي جروب، الشركة القابضة اللي بتملك بريتش كوميونيكيشنز خدمات الاتصالات ومقرها بلندن. فهي حددت خطة الاستثمار بقيمة 6 مليار دولار على مدى السنوات الثلاث المقبلة لتكون خدمات الهاتف النقال أسرع وأكثر تطورا. إذن بيهدف بي تي جروب لتقديم شبكة نطاق سريعة جدا ل 12 مليون عقار بحلول سنة 2020، بالإضافة لتحسين تغطية خدمات الفور جي للهواتف النقالة. والجدير بالذكر أعلن بي تي جروب عن ارتفاع بنسبة 6% بالعائدات للسنة بأكملها ل 18.9 مليار باوند، بالإضافة للاستحواذ على مشغل الهاتف المحمول EE. أيضا ذكر الرئيس التنفيذي أنه خلال السنتين رح ترتفع الأرباح الموزعة بنسبة ما بتقل عن 10% مع النظام الاستثماري الجديد والمتوازن وبرنامج تقليص حجم الديون. ومننتقل مع جولدمان ساكس و HSBC اللي تم اختيارهم من ضمن المصارف لإدارة الطرح العام الأولي للبورصة السعودية. ومن البنوك المطروح اسمها لإدارة الطرح العام JP Morgan Chase & Co, Morgan Stanley, Gulf International Bank, National Commercial Bank, Samba Financial Group وSaudi Fransi Capital. القرار ممكن يصدر هالأسبوع. بحب شيري لأنه الاكتتاب رح يجمع أكثر من 500 مليون دولار لحصة 30% بالشركة. أما الهدف الأساسي فهو تمهيد الطريق أمام المزيد من الانفتاح على الأسواق العالمية. هيدي هي أخبارنا لليوم، شوفكم بكرة.
نتابع صفحة الأحوال الجوية مع كريستال. حصل على أجدد تليفون من ألفا، قسط على 12 شهر ب 0% فايدة مع حسم لغاية 40% لما تشترك بال 4G Data Bundle أو تزيد الجيجا بايتس. العرض محدود. بونسوار. طقس ربيعي متقلب عم بيسيطر حاليا على أغلبية مناطق الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط. التفاصيل أكثر عن طقس لبنان منشوفها بعد فقرة صورة وشمسية. عم بيصوروا لنا صوركم على أكاونت الإنستغرام والفيتشر تي في أبليكيشن، أما اليوم وصلتنا صورة من منى. من بعد فقرة صورة وشمسية منروح هلا على الدول العربية تنشوف كيف عم بيكون طقسها، وجولتنا بتبلش مع القاهرة. 28 26 بتونس، 21 درجة بالرباط، 37 ببغداد، 21 بدمشق، 22 درجة بالقدس، والختام مع الكويت 37، الدوحة 36، والرياض 40 درجة. نوصل هلا على طقس لبنان. بكره الجو العام عم بيكون غائم اجمالا مع ضباب على المرتفعات، انخفاض بدرجات الحراره واحتمال لتساقط امطار متفرقه. اما على الساحل الحراره عم توصل اقصاها لل 24 درجه، اما ادناها لل 15 درجه. الرطوبه عم بتسجل اقصاها 85%، وسرعه الرياح عم توصل لل 30 كيلومتر بالساعه. بالجبل عم تتراوح بين 11 وال 17 درجه، اما بالداخل عم بتسجل اقصاها 21 درجه. جولتنا اللي بتاخدنا من شمال لجنوب بتفرجينا أكثر تفاصيل حرارة ببعض المناطق اللبنانية. منبلش جولتنا من شمال مع عكار 22، 23 بطرابلس، 11 بالأرز، 24 درجة بالكورة، 24 بالهرمل، 22 بالقاع، 17 ببعلبك، 20 درجة برياء، جبال 21، 12 بميروبة، 24 درجة بجوني وببعبدة. بيروت كمان عم توصل فيها الحرارة لل 24 درجة، ومثل ما ذكرنا طقس غائم اجمالا، انخفاض بدرجات الحرارة 21 بزحلة، 22 بشتورة، 23 بعنجر وبمشغرة. نوصل على جزلين 22، 21 برشية، 23 درجة بمرجع عيون وببنت جبال، والختام بالمناطق اللبنانية مع بيت الدين 20، اما صيدا سور وقانا 23 درجة. مثل ما ذكرنا لبكره بيكون في عنا طقس غائم اجمالا مع ضباب على المرتفعات، انخفاض محدود بدرجات الحراره واحتمال لتساقط امطار متفرقه. اما لبكره الحراره عم توصل اقصاها لل 24 درجه، اما ادناها لل 16 درجه، كمان انخفاض لنهار السبت لل 20 درجه، اما بالنسبه لنهار الاحد عم ترتفع درجه واحده تتسجل اقصاها 21 درجه، اما ادناها 16 درجه. بمنطقة الأرز الحرارة عم تتراوح بين 7 وال 11 درجة. لهو بتكون خلصت النشرة الجوية، بعتولنا صوركن على أكاونت الإنستغرام والفيوتشر تي في أبليكيشن. أكيد شو ما كان طقسكن المفضل، لقونا على طول على المستقبل. في دي ان اي بعد هذه النشرة، يواصل نديم قطيش الإضاءة على كيفية تعاطي إعلام ومعلقي الممانعة مع أحداث حلب. وفي الختام هذا تذكير بالعناوين. صوتكم يلي عم نسمعه لمين حيكون يوم الأحد؟ الحريري يشارك لائحة البيارتي مهرجانا في ملعب الرياضي في المنارة. وسلام يدعو أبناء بيروت لجعل 8 أيار يوم عرس وطني. لا تغطي على أحد، ولا يمكن أن نقبل بلفلفة هذا الموضوع إطلاقا. الإنترنت غير الشرعي أمام لجنة الاتصالات، حرب يترك أمر ملاحقة يوسف للقضاء، وفضل الله يؤكد وجود معدات إسرائيلية في بعض المحطات. الأسد يصاعد في حلب، والجيش الحر يرد في خان طومان، والجبير يقول النظام سيرحل إما بالعمل السياسي أو العسكري. في الختام أود أن أقول بأنني معجبة جدا باثنين هاشتاج نحكي عنهم، حلو الوفا ومنارة ليبيرتي. شكرا لمتابعتكم هذه النشرة، إلى اللقاء. إلى اللقاء. الأرشيف برئاسة المجلس البلدي لمدينة بيروت.